جئتم وإليكم والسلام عليكم، جئتم وإليكم والسلام عليكم. عذراً 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 الصورة منكم منكم وإليكم، الصورة منكم منكم وإليكم، والسلام عليكم. مع حلقة جديدة وفقرات طريفة ومنوعة من برنامجكم منكم وإليكم، والسلام عليكم. تصور عزيزي بأنك تساعد رجلا في الطريق، عكاسته أو العصا التي يحملها بيده مكسورة وموضوعة في الجبسين. معقولة؟ ما معقولة. خلينا نشوف. لا بس أبطل لأنه عم يجوا مسرعين السيارة. هات إيدك بس. عم يجوا مسرعين وأنا بس ثواني ما عطلتكم. لا لا معليش براحتك. خلي لي إياك. طلعنا على البستان. إيه. عم نقطف عنب. تعرف عالية الدالية وهون السيارات يجوا مسرعين. شايف كيف؟ بنوقفه. بس شوي لأنه رحت على النجار اللي حاول ما تدعس عليها كثير لأنه تنكسر. ايه فجبصنتها. ايه بس لقيتها جبصنتها وجبتها. خاف تنكسر لأنه ما قلت بحسن بمشي. نقطعه من هون هون بس نطلع. ايه بمشي. ما بحسن بمشي متى ما انكسرت. شوف هي ثالث مرة صار لي مجبصنها. ها شوف. هي ماتني. ها جرب طقها ما بتطق بس على المشي بتطق. يعني هي العصاية؟ العصاية ايه لانه انا رجلي ما فيها شيء بس العصاية مجبصنة. بنقعد نلخها مع بعضنا يعني؟ ليه؟ بنقعد نلخها مع بعضنا. شفت الكاميرا وينها؟ اه؟ شفت الكاميرا وينها؟ ما بدي اشوف الكاميرا. ليك هيك؟ بدي اقطعك بس. هدي ايدك والله بس لا بدك تحملني شوي معلش لانه مشكلة. رحت عند النجار شايف كيف بيجوا مسرعين. معقول هذا كيف بيمشي؟ رحت عند النجار اللي اياك تسرع فيها تنكسر فورا. جبصن لي اياها. ليش لازم تمشي هلا؟ لا انا بمشي دائما بس عم جرب اذا بتنكسر ولا ما بتنكسر. كنا بالبستان عم نقطف جوز. هلا عنا. هل كل من يزور القاهرة ويود أن يركب الحنطور هل يتصرف كما تصرف السائحان الأجنبي والعربي جمال وزياد؟
لا أظن ذلك، شخصياً أنا لا أظن أبداً. مرحبا. أنا عجبني حنتور. تفضل. عاوز أخذه نص ساعة. لا ماشي. نص ساعة قديش؟ I want this. قديش؟ قديش؟ كم واحد؟ واحد. أنت لوحدك؟ أنا لوحدي. في لفة كبيرة. قديش؟ قديش؟ إيه قديش؟ ولا باللفة؟ نص ساعة. نص ساعة. قديش؟ 35. Hey man. 35؟ I want this pole. Please, I want this pole. And I pay you by dollars. By dollar? Yeah. What do you want? دولي. هو الشاب سايح أمريكي. اه. جاي من برا. اه. جاي من برات مصر. شو قلت؟ I want this horse. عاجبه العربية، عجبته كتير. اه. شو كمان؟ just. بس. تصور يعني هو يلف؟ اه. هو يلف؟ ايه هو بده يلف فيها هي. طيب بس أنا لا أنا بدي أطلع فيها. No I am. لا حسب 35 أنا بعطيك 40. خلاص. 40 I'll pay you $50. I'll pay $50. يعني بدي اعطيك $50 by half an hour. Half an hour. حلو نص ساعة. Yeah. خلص كم انتوا الاثنين؟ ما اطلع معه. I am alone. ما بده حدا يطلع معه الاخ. خلاص انا امشي الخير ورا بعض كده. انا بالنسبة لي بليز كده وامشي ورا بعض. تركب انت العربية دي؟ لا انا بدي اطلع بهي. انا اجيت قبله. This horse for me. خود عليك استاذ. What do you please? What do you want? شو عم بيقول؟ لا ما شيل الطوبة دي يا ابني. شو عم بيقول؟ شيل الطوبة دي. معك هو. مو معك. Please get him away. No. هو عنا. No no no. No no no. Okay okay. No 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 no. Okay. Okay. ما بدي. No. أنا بدي أطلع. أنا أخي خود تعال إلا. No. I am alone. أنا ما بدي أنا بدي أطلع بهذا هي 40 جنيه إذا أنت قديش بدك تدفع له قلت له $50 okay. حلو بدي أدفع $50 okay. وأنا yeah. كمان وأنا كمان $50 بس طلعني بهذا no. أخي بعد خد no, عليه one minute. أنا بعرف أحكي عربي استنى. أنا بحكي عربي هو إلو one minute okay. الو الو 1 مينيت الو استنى بقى انت شويه بقى خلينا نسترزع بسرعه بقى بدي بس لا انا بيطلع بهذا لا الو اوكي 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 مان جو اوكي This horse for me I will pay $100 اوكي اوكي عجبها كم داون سيبه بقى كم داون تعرف شو بده سيبه بده يعطيك $100 ايوه خلي انا استرزع تعطيني شيء منه ادي لك منهم بس ادي لك اللي انت ادي لك $20 $50 اوعى بس اوعى بس ادي لك $50 ايوه يلا اوعى بس انا ما بحسن بنزل خلص انه كمان اوعى بقى خلينا نركبه نسترزع بقى كم اون بليز لك قال حصانه هون ايوه ايوه مو حصانك شو حصانه اتس ماي هورس خود حصانه ايوه هي هي اوكي اوكي اوعى يا عم سلام والله فهد بلا ما نزلك هلا اذا طلعت ايه تعال من هنا تعال من هنا بس عشان استرزق وهيك اخذك ثاني خليني انا ما بقدر قاعد بس هقول لك اوكي طيب يطلع جنبي حبيبي يطلع جنبي تيك ذات باي ماي $100 يطلع اهو حتقطع رزقك كده جيبه 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 ناديله 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 جيبه جيبه اه اللي عليه الدور هياخده لوراي شو اوكي قول له اوكي قول له اوكي ناديله ايه يا جمال تعال هون قل له قل له يا عم تطول بالك بقى عشان ما يطيرش مني ها تاخذ $20 ها اجيب وادي لك والله هلا هلا ما في والله ما هلا ما في هلا 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 قبل ما يمشي لا ما في ها زين انت يا عمي ما في نو نو ما بيطلع مع حدا الاخ يا عم جاي طيب مثل ما اتفقنا ايوه والله العظيم ايوه والله حطهم بايدي طب بس تعالى انا هدي لك اعطيني 40 ما انا معايا طيب اما اجي بالظبط 40 جنيه خلاص مفيش اتدين 40 جنيه حول الله يا رب يا عم طول بالك بقى عشان هي ما تطلعش رزقنا نو اي وونت يا عم عايز هنا بقى ما تطلعش رزقنا بقى احنا معانا عيال كده حرام عليك اوه
This is a very strong horse. عجبه الحصان خود بقى. تعال نطلع وراه برضه زي. أنا عجبني هذا الحصان كمان. هدي لك أعمل لك لفة تاني وبحاسبه. مو اتفقنا على الموضوع. أي بس تعال ما أدري. انتهى 40 جنيه. يا عمي لما أجي من تحشي رزقنا بقى. هو بده يدفع لك 100 دولار. أعطيني 40 جنيه و. يا عمي لما أجي أديك 40 جنيه. شو بيضمن لي؟ لما أجي طيب. أنا بدي أطلع عندي شغل. انا بدي 40 جنيه لانزل هلا صار هتدفع 50 جنيه لا اذا بدك تاخذه ب 100 هي وونت 40 جنيه فور كم داون كومونيشن يعني كومونيشن خليني بقى استرزق بيه انه بقى طيب اعطيني شيء يا اخي انزل بقى ما تضايقنيش اعطيني اي شيء اي شيء اي شيء يا عم انزل بقى ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو اي دونت وونت حبك انت كده يعني انت اللي هتركب ولا هتعمل هتقطع رزقنا ثانك يو لا انت اركب هنا اهو اركب هنا ناديله اسمه شو انت عاجبك كده انت ولا انت هتركب ولا هو هيركب بص تعالى يا عم ما تتمسكش معايا خليني ايه اللفه اللي هنا هداك مبني يا مش على كده بص هو ده اللفه اللي اعطيني يا عم ادي لك رزقي خليني استرزق بقى كنت هتركب انت هتركب هو هيركب هيركب طيب يا عم خليه يركب بقى طيب يطلع معي شوف هي مش عايز اطلع مع حد هو طيب انت فهمان علي انت عايز تطلع مع حدا يا ما بده يطلع مع حدا لا خلاص استناني هنا لما اجي اعطيني 40 جنيه انزل يا عم انزل يا عم انزل يا عم ما تخليش نطلع بقى عايزين نستنى طب انا اوكي انا بطلع قدام انت اطلع على المقعد الخلفي اوكي ها اوكي انت خليك هون بات 2 دولارز I'll pay what 2 دولارز I'll pay بس دولارين يعني because he is with me يا عم انت هتركب لا امال ايه اعطيني 40 جنيه وخلو 40 جنيه انت تعمل عليكم مشي اعطيني 100 دولار انت هتركب لا خلاص انزل بقى هلا قديش بتعطوني لانزل ايه تعطوني فلوس لانزل من ال give it some money to come down ايه صح انت عايز ايه فلوس انا هدي لك اما اجي هلا ما معيش طيب بقول لك اما اجي I'll pay him اوكي how much 20 20 pound yeah سكاكر يعني 20 pound I haven't. Give it change. Give it change. Give it 50. Give it change. شو هالسياحة دو؟ Okay. This is 20 pound. خلاص. لا 20 شو 20؟ 40 40. فور. يا عمي ما تاخذ بقى بدي 40 شو؟ 40 40 40 ايه؟ 40 يا عمي انزل خلينا استرزق بقى. هات 40 جنيه. كده الضحك بتاعك ده انت تنرفزنا. عيب عايز استرزق انا يو ار سو 40 باد مان كلمه ثانيه بسويهم 50 نو خلاص جيب ات جيب ات فور ماني ماي ماي ماني نو ماني ذيس نو درايفر هو از ذا درايفر هو از ذا درايفر مي هيز ذا درايفر يو ار ماي ماني لا انا هدول الي كومبينيشن communication ايه فلوس استلامات يعني طلوا الصيادي والكاميرات المعي عنا مقلب مثل العاده حليوه ومدلع من حاره لحاره عم يلحقوا بالصيادي من حاره لحاره عم يلحقوا بالصيادي وحيه عينك يا هالكاميرا انا مستنيكي حتى اخذ شي كم لقطه واتباهى فيكي وحية عينك يا هالكاميرا أنا مستنيكي حتى أخذ شي كم لقطة واتباهى فيكي يا ويلي إذا كان المقلب خفيف نظيف ومرتب من حارة لحارة عم يلحقوا الصياد الممثلة كولاي هارون ليست فقط ممثلة موهوبة وإنما هي جدعة وبنت بلد عن الجد ألا يكفي أنها دفعت مصاريف حفل خطبة جمال ما لكم صدقيني اشوفوا الحفلة بده بحكي معه على الهاتف هلا بحكي معه هلا صرت دقيقه ايه قال لك انا موقف لك على الخط ما في مشكله قال لي 11 خلص ما دفع المبلغ بتنزلهم فورا الساعه 11 ابدا هلا 11 اوكي طولي ما معقول هادي بدونس بده 50 اخيرا على شو بدي اخذ شو هالفرقه 10000 فرق احلى فرقه لا شو
ما شو الحكي هذه بقدونس يتصرف هيك؟ هلا دق تليفوني وقال لي الفرع الساعه 11 اذا مو قابضه بتنزل مرتين حكى حكى معي مرتين مرتين اذا هون جاي معقول؟ والله احلى جهاد لو قلت لي جبت لك احلى فرع جهاد مو معقول هذه بقدونس اتصل تليفون بده 50 ألف ليره الفرع يا اما بيحملوا حالهم بيمشوا لا مسخره هيك اخي صحه طلع في الجو بس شو بدك تعمل؟ تعال انا بعندي اسئله وهذا سؤال اسمعي انت جاي بعطري النقابة؟ عطرين ما دخلت النقابة 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 لا ما صحيح لا يعني هذا ما دخلت ما صحيح يعني هذا ليه؟ عم بيروح هون انا جاب سوار هذا معي دقيقة جدا انا حروح اجيب لك معلش يعني انا قال لي كل دقيقة دقيقة انا حروح اجيب لك كل شيء انا حاجة لا 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 وضع عينك يا طلب واحد قديش هدول بس انا بدي احكي شغله انه هلا كل وقت انقطع تصور على مطيني بايدي كتير كتير بحب الكاميرا الخفية انا ما في مو بايدي كتير كتير بحب الكاميرا الخفية المطرب سمير سمرة في مكتب احد المنتجين يتعرف على المخرج الجديد جمال. جمال يقول لسمير ما رأيك بتصوير أغنية تكون تحت الماء؟ يا ترى سمير سمرة بيقبل بهيك مشروع ولا لا؟ خلينا نشوف. تأخرت عليه شوي بس والله ظرف طار هيك اول تليفون انا بتاع شوي معي انا عم بنتظر شو بتحب تشرب استاذ والله بشرب قهوه ولا سكر كيفك استاذ يا اهلين انا شفت لك اخر عمل يمكن كان السنه الماضيه بالصيف آخر عمل؟ آخر عمل والأستاذ برهان؟ مين برهان؟ أستاذ برهان ممثل لا أنت غلطان حضرتك لك أنت مين؟ بلا أستاذ برهان لا بس عم تمزح لا والله عم بحكي جد مين ممثل برهان؟ مالك شامي هون من هنا؟ لا والله يا إلهي شو مش بهالك ممثل سوري مو سوري حضرتك؟ حضرتك بتشتغل هون انت شي؟ لا انا في موعد مع الاستاذ فيصل انا مخرج انا مطرب كيف بدك ياني انه ما غني وانا بالاصل ما ممثل يعني انا مطرب قلت لك اول ما ايه ما اختلفنا بس قلت لي عندك تجربه سينمائيه تجربه سينمائيه واحده غنيت فيها ما انه مثلته بس اها يعني طيب مساله البلاي باك رافضها يعني ما بلاي باك بشو؟ هو الفيلم هذا غنائي استعراضي عندك تجربة استعراض استاذ؟ طبعا غنيت فيه بالفيلم الماضي استعراض ما يعني صوتك وشكل ابن اختي ليه بقى مغشر؟ آه لا انا مو انا دارس جاي جديد استاذ طيب. فبدي اشهر واحد واحد من العيلة شو رأيك؟ والعرض مغري جدا على فكرة والنص ليكو انا غني وبنختك دبلج تماما يعني بدنا صوتك فقط ليه يعني شكلي ما عجبك يعني فعلا قلت لك انه هاي النصوص جاهزه هاي فرصتك استاذ لا تروحها يعني انا يكفيك انه حينزل هيك فرصه ما عندي اياها انا يعني ما في شك تعرفنا فيك اهلا وسهلا فيك اهلين في بس مش هيك انت يعني انت كدراستك الدرامية ما لها علاقة بالاستعراض يعني لا انا اعمل لك انه عندي خبرة انا في هذا الموضوع كمان يعني تصور انا هلا انا عم غني تحت المي ايه هذا الشيء مو مألوف هاد الناس اللي بتحبه انا مألوف اقول لك عندي غنية عن المحبة شو دخل
شو انا عندي فيلم تصوير عن الحيتان؟ هذا جو استاذ، هذا جو الاغنيه هيك حيكون. البس بدل غوص اذا تحت المي. ايه وتركب السياره، يعني تطلع من المي ما بتنشف. ايوه تركب السياره وتطلع طالع دغري على الشاليه. هي لا طن اللقطه. عم تمزح؟ لا والله عم بحكي جد. مزبوط. ما بعرف شو رايك. كيف أحوالك؟ أسف على التأخير. أهلا وسهلا. كيف أخبارك؟ الحمد لله. أنت كيف؟ ما؟ لا أنا شفته هون عم بيقول لي مخرج من إيطاليا. إيه 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 كنت أعطيك مساج. كنت عايز ما شو عم بيقول لي بيقول لي شلال. صوتك شو مواضيع؟ شلال. سينما أستاذ، سينما أحيانا أنا بساوي استعراضات. استعراضات يعني بسجل المطربين استعراض. ما بعرف طلعت على الاستاذ كان ممثل هو وترك تمثيل. بدي يخرج لي اغنيه هي انا جايب لها شريط هذا فيزا هي عن المحبه. ما بيقول لي بنطلعك شلال بنزلك تحت. ما لك مؤمن بالفكره يعني؟ ما لك مؤمن بالفكره يا حبيبي؟ معقول انت الحكي هذا؟ معقول أي فكرة هاي؟ عفوا لا تخجلني. شو صاير بيناتكم حديث منيح؟ غير موضوع. حضرتك تأخرت. تسليت على عاقبتني. لا استاذ غير موضوع خلص نحكي بيناتنا. شو ما بدي الغي صار لك ساعة بتحكي فيه. يا جمال شو عندك شيء حابب تحكي فيه؟ أنا في عندي عدة نصوص استاذ. فيصل ما عنده شيء. ما معقول. جاي لك شلال وشلال. بشرفك أنت مخرج شلال. خاصة يا استاذ ما بسمح لك. إذا بتريد شو تسمعني ما تسمعلي؟ أنت معك بطاقة شيء إنك مخرج؟ طبعاً. وين شهادتك معك؟ لا مو معي أستاذ بس يعني في ثقة في الموضوع. لا الثقة موجودة حتما ما مشكلة بس إمتى تخرجت؟ أي سنة؟ أنا السنة تخرجت أستاذ لسه ما جبت الشهادة. كيف تخرجت وما جبت الشهادة؟ إيه تخرجت يعني قالوا لي نحن حنبعث لك أستاذ فيصل معقولة واحد يصور تحت المي وتحت أمه يسكر يطلع وين دارس بطل؟ نعم أستاذ وين دارس؟ بأمريكا أستاذ أمريكا تحت المي دارس. شو هذا انت؟ معقول طرحت علي فكره بس استاذ تنسرق الافكار شو فكر؟ انا تسلك هي والله بتنسرق الفكره بتنسرق يا استاذ لا تطرحها غبي بتعرف تذكرني في شغله يعني انا بدي اسرع منك للفكره لا عفوا ما بقصد استاذ بس الواحد لازم يكون حريص هذا فن يعني لازم يكون حريص الانسان الله يسامحك يا استاذ في حد شو يعني استغفر الله العظيم سبيل لي برهان شو عندك معرفه بالوسط الفني السوري؟ مين بتعرف؟ بعرف لا يمكن استاذ محمود ياسين ايه هدول ومين كمان؟ في يمكن زياد سحتوت ايه في زياد سحتوت منيح والله بتعرف اسماء منيح ايه طبعا استاذ زياد بتصل اعماله كلها من المطربين مين بتعرف؟ مطربين في الاستاذ مروان حسام الدين في الاستاذ سمير سمره في الاستاذ سمير سمره شو شايف له اعمال؟ شايف له مركب مره بيكون راكب سياره و أوب الاسكونة ايه بس الاخراج ما عجبني طلع بني غير وشو شايف؟ مرة شو شكله كيف سمير سمرة؟ بيشبه الاستاذ برهان كثير استغفر الله العظيم ربي واتوب اليه لك يا حبيبي بيشبهه؟ بيشبهه كثير انا مو برهان من جاي لاستاذ فيصل عن جد بتعرفه صاحبك شيء هو؟ لولا الشب اتصل معي الصبح اخذ موعد المساء عنده مشاريع اخراجيه جديده بين الاسماء ونشوف ما تاخذني مشاريع ليه؟ ضيع وقت معك ليه؟ ما له علاقة بالاخراج ولا شيء بيقول لك من وين بطفل او شيء اي بعرف ما له علاقة بالاخراج له علاقة بالكاميرا الخفية ليك وين كان بجعبتنا نتمنى انه يكون نال اعجابكم شكرا كثير لكم شكرا لمتابعتكم تصبحوا على خير والسلام عليكم والسلام عليكم Thank you.
منكم وإليكم والسلام عليكم.